ومشاهدينا الكرام، نتواصل مع تواصل أشواطنا في هذه الفترة الصباحية وفي هذا اليوم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. الشوط الثاني عشر ضمن انطلاقات هذا اليوم يسير هذا الشوط، ونتعرف بداية مع المركز الأول ومع بشاير حمد بن عبد الهادي بن دخيل الدوسري مع المركز الأول ومع الانطلاق الأول، بينما تضميرها مع محمد بن حامد. محمد بن حامد هو من يضمرها. نتابع وإياكم المركز الثاني ومن تحتل المركز الثاني من الجانب الأيمن النويعس لمتعب بن طالب بن شريم المري. نتابع المركز الثالث، ثالثا القدوم من الشحانية أحمد بن محمد بن فهد الخاطر، وعلى المركز الرابع التواجد على المركز الرابع من حضور لزايد أو لغانم بن منصور، لزايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين. هذه حضور لزايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين على المركز الرابع. نتابع المركز الخامس والتواجد من المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام. تصل هنا سحابة تعود ملكيتها لعلي بن حمد بن مقارح المري. هذه سحابة من تتواجد على المركز الخامس، تغيرت واحتلت المركز الرابع. على كل حال نعود وإياكم إلى مقدمة. يا سلام، نعود وإياكم إلى العزوم، العزوم العزوم معها عزيمة وصبر في هذه الأمتار الأخيرة. هذه العزوم مع المركز الأول، العزوم. ولكن بنترحيب يا مشاهدينا الكرام، يتواصل مع الدوحة عبد الهادي بن حمد بنترحيب بالنايفة. هنا حضور على المركز الثالث، حضور غانم بن منصور السيف الخيارين أو زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين. الله، هل العوينة رافعين راية التهديد. يا سلام يا سلام، الله الله، حضرت حضور. ولكن هناك من الجانب الأيمن، يا سلام، الغربية. يا سلام. إذا مشاهدينا الكرام، الغربية تنتزع ناموس هذا الشوط. هذه الغربية أيها الإخوة. تهانينا لأبو زايد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على فوز الغربية بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت حضور زايد بن منصور بن غانم السيف الخيرين. المركز الثالث وصلت العزوم محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الرابع وصلت الدوحة عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري. المركز الخامس تصل شديدة لسهيل بن سلطان بن رشيد الكتبي. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم إلى الغربية ولحظة وصولها إلى خط النهاية، 9 دقائق 37 ثانية، 92 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على فوز الغربية وتحقيقها بالمركز الأول. المركز الثاني يصل شعار أبو منصور، يصل هنا مشاهدينا الكرام مع 9 دقائق 38 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. هذه حضور زايد بن منصور بن غانم السيف الخيرين. نهنيه على فوز حضور بالمركز الثاني. المركز الثالث تصل على المركز الثالث العزوم، 9 دقائق 38 ثانية 40 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك العزوم محمد بن زايد بن